اي والله اشتقت. تعرف شو صرت اتذكر انه وقت انا كنت صغير وامي شلون هيك تدلني وتلعبني، ومن ثم بعدين كبرت قلت بدي صير فكر انه شو اطلع دارس او طالب، اطلع مهندس وهيك يعني في الالكترونيات. ما توقعنا يصير معنا هالحرب بسوريا. حرب الظروف. اي والله الظروف صعبه. صرنا نشتيح على الاكل يا زلمه. طبخ لك مجدره شش براك ملوخيه يبرا تاكل انت والدك اكلات الطيبه السمائيه كبه بس هيك خشم هوا سوريا. اي والله نرجع بخير وسلامه. بس وين اخرتنا صرنا نلم الحاس مشانك. اخر عمرنا كنا انه كنا يعني نقول انه احنا حصير فينا هيك. اي